церемония. Это очень ответственная церемония. Это церемония для меня высокая честь. Муфтии Российской Федерации приняли решение по представлению, и наградная комиссия определила наградить наших самых достойных ученых на нашем форуме. Дамир Хазрат, огласите, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. За весомый вклад в деле сохранения, распространения и призыва ислама, служение во благо мусульманской уммы наградить орденом почета Аль-Фахр шейха Мухиддина Аль-Карахтаги, председателя Совета муфтиев России, Духовного управления мусульманами. أنا أعتبر هذا حقيقة ليس تكريما لشخصي وإنما تكريم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولحب الشديد حقيقة للمسلمين في هذه البلاد العزيزة من إخواننا في قوقاز وفي تتارستان وفي كل مكان من روسيا. أنا أتشرف بأن أكون قد قدمت ربما خدمة متواضعة جدا لهذا الشعب الطيب الذي يستحق أكثر منا، وهذا الوسام نحن نضعه فعلا على القلب الآن يعني تماما، وسوف يأخذ مكانة القلب. فأنتم أساسا جميعا وشعوبكم الإسلامية في كل مكان نحن حقيقة نضعها في القلوب. وحينما كلفت قبل عدة سنوات بأن أكون أميناً عاماً للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قلت أن دور العلماء في جسم الأمة كمثل القلب، فالعلماء هم القلوب، وأنا أضع هذا على قلبي إن شاء الله حتى لا أنسى أبداً. كيف يكون وجه الشبه فيه؟ أن القلب يضخ الدماء الزكية لكل أعضاء البدن دون التفرقة، فالعلماء كذلك يجب عليهم أن يقدموا نصحهم للجميع دون أي تفرقة، للحكام، للمسؤولين، لمن يؤمن بالله، لمن لا يؤمن بالله، لأنه هكذا شأن القلب يضخ لكل الأعضاء كجسد الأمة. الأمر الثاني، الجسد الوحيد، الجهاز الوحيد الذي لا يعرف النوم ولا السكون هو القلب. كل الأجهزة تنام أو ترتاح إلا القلب، فالعالم يجب أن يكون مثل القلب في خدمته لهذه الأمة. كما قال سعد الشيرازي يقول: أي عاشقان عشق ذو مروان بياموس، أيها العاشق أنت خذ عشقك من هذه الفراشة، لكن أنا أقول يا أيها العالم خذ قدوتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً، ولكن من قلبك الذي لا يمكن أن يسكت أو أن يسكن ولا لحظة واحدة وإلا مات الإنسان. فأنتم سبب وجود إن شاء الله، سبب وجودي هذا الإنسانية، فكونوا كالقلوب في توصيل الدماء الزكية، وكونوا كالقلوب كذلك في عدم الإحساس بأي راحة إلى أن نموت وننتهي، حينئذ تكون راحتنا حينما ندخل الجنة بإذن الله تعالى. أشكر سماحة الشيخ على هذا التقليد الذي وضعه على قلبي، وبارك الله فيكم ويزداد حبي لكم جميعا. وأنا أتشرف كذلك بتقديم درع الاتحاد، اتحاد العالم لعلماء المسلمين يضم أكثر من 100,000 عالم بفضل الله تعالى، ويضم
67 جمعية علمائية من الصين إلى أندونيسيا. هذا الدرع يمثل 10 سنوات من العمل. أنا أقدمه لأخي الحبيب فضيلة الشيخ عين الراوي عين الدين، وهو عين الدين فعلا وعيني كذلك، نقدمه إن شاء الله إليه، يمثلكم في هذا الخدمات الجليلة التي قدمها الاتحاد، ونحن نقدم هذه الخدمات في سماحة также зачитать указ Совета муфтиев России Бисмиллахи Рахмани Рахим за весомый вклад в дело сохранения, распространения и призыва к исламу, служению во благо мусульманской уммы, наградить орденом почета Аль-Фахр шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. شيخ راوي عين الدين سيد مفتي روسي ناشخ براتيف за награждение орденом наши скромные труды. Спасибо им. Я думаю, что это награждение обязывает меня еще больше трудиться на благо ислама и мусульман. Спасибо вам большое. И позвольте завершить работу первого дня форума аятами Священного Корана. Мы просим студента Московского исламского университета Аятулло Зарифи прочитать нам аяты Корана. И уважаемый шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа сделать дуа и, как объявил муфти, всех пригласить на ужин, на прием от имени Организационного комитета мусульманского форума. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وما
يقال. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رب العالمين، وزمن شبوت الأوات القرآن صوابدان وتكبرت يا مؤمن ومؤمنات لنا بحرمات إلى جل خصوصا وشبو جزال برمجلسنا وتكازشنا تيار لغانا زدار مزدان رسي أنا مسلمان لغدان ويرد وزنجا قول وزاتب dua qutturgan azizlaringdan o'tgan mu'min musulmonlarni hammasini Parvardigor bahraman aylagan. Ularni yotgan joylarini jannatda qilgan. Oxiratlarini obod qilgan. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni qabul aylagan. Qolganlarni barchalarini Qur'onning hidoyatiga o'zing boshlagan. Xususan ushbu majlisda ishtirok etayotgan azizlarimizni, majlis qilayotgan azizlarimizni hamma-hammalarini, ulamolarimiz, imom domlalarimiz, diniy xodimlarimiz, boshqa azizlarimizni, o'zlari, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmlari bilan hamma-hammalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh o'zining dining islomga quvvat bergin. Musulmon bandalaringa omad bergin. Dunyoni tinch, omon, xayr, barakada bo'lishida Parvardigor o'zing yordamchi bo'lgin. Barchalarimizni ahl bo'lib, inob bo'lib, o'zing Qur'oningga, payg'ambaringni sunnatiga, shariatingni ta'limotlariga ixlos bilan amal qilib borishimizni, dinimizni yaxshi tushunib yetib, unga yaxshi amal qilishimizni, doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishimizni, o'zingni roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Alloh bu go'zal majlisni uyushtirgan azizlarimizga, ularga yordam berganlarga, ishtirokchi bo'lganlarga, hamma-hammalariga Parvardigora o'zing ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Bundan keyingi ishlarimizni rivoj topishida o'zing xayr barakada bizga yordamchi bo'lgan. Alloh el yurtni tinch-omon qilgin. Mo'min musulmon bandalaringni sog'-salomat qilgin. Hammalarini yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Hammamizni islomda, iymonda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgin. O'zingni hidoyatingdan ayrilmagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.